السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بمشاهدينا الأعزاء، حلقة اليوم هتكون جميلة بإذن الله. احنا النهاردة هنعمل زراعة البرسيم الحجازي. احنا لسه جايين الفجرية، الجو شوية ساقعة في الصحراء في الأيام دي. نعرف بقى هنعمل ايه ونسوي ايه، ومع بعض كده نشوف الخطوات. يلا بينا. معانا الدكتور حسن، هنبدأ بقى ايه نتكلم على البرسيم الحجازي. اول حاجة هو جايب البذور، وجبنا العقادين من مركز البحوث. اتي الكيس العقادين، طبعا هو مكتوب عليه سويري، لا هو عقادين. الكيس ب20 جنيه. ونبدأ بقى نتكلم على ازاي نستعمله. واتي البذر بتاع البرسيم الحجازي، واتي البخاخة. تمام، عملنا المحلول السكري اللي هو بنجيب السكر عادي والمية، بحيث ان احنا نعمل البرسيم. نجيب مشمع ونبدأ نفرد الكمية بتاعتنا للفدان، وطبعا الفدان الواحد بنحط عليه كيسين. فهو دلوقتي الدكتور جاب البذرة، عملنا الكمية لنص فدان، بيفرد البذور بالشكل ده بحيث ان احنا نعمل المحلول السكري ونحط العقادين عشان يحصل ايه المادة اللازقة. طبعا انتوا احنا اتكلمنا لما اتكلمنا وجبنا العقادين، كان الدكتور بلال قال ايه، قال بنجيب سكر او عسل اسود او ملاس مع المية، نبلبل البذور بحيث تبقى مبللة عشان العقادين يمسك فيها. من هنا مقسم من هنا مقسم الكمية، كل نص فدان التقاوي بتاعته لوحده، بحط عليها كيس. طبعا بنبلها الأول بالبخاخة، مية بسكر أو مية بعسل أسود، نديها كويس عشان دي مادة لاصقة، نساعد البكتيريا ان هي تلزق في بذور البرسيم كويس. مع التقليب المستمر نتأكد ان احنا خلطنا المنتج كويس مع التقاوي. طب بعد اذن حضرتك يا دكتور، دلوقتي الفدان بياخد قد ايه تقاوي من البرسيم الحجازي؟ فدان البرسيم الحجازي في الارض الطينة بياخد له حوالي 15 كيلو. تمام. بنتقل اكتر في الاراضي الصحراويه، طبعا بالذات الاراضي اللي هي ما اتزرعتش قبل كده او اتزرعت مره قبل كده. يعني بنحط تقريبا كام للارض؟ انا عامل 25 كيلو الفدان. الكيلو بكام؟ الكيلو من 60 ل 70 على حسب درجه النقاوه بتاعته وحسب الصنف بتاعه والضمان. طبعا لازم نشتري من حد مضمون، او نجيب معانا حد يبص معانا على التقاوي بتاعت البرسيم عشان خلوها من الحشايش، ده شيء مهم جدا، بالذات الحمول والحشايش الضارة زي الرجلة والحشايش بجميع أنواعها. كده احنا عملنا المية بتاعت المحلول. نبتدي نفتح الكيس، نفتح الكيس بالشكل ده، نبتدي نخلط البكتيريا مع البذور بالشكل ده، نوزعها كويس مع المية بسكر، ونبتدي سكر الكيلو لتر مية نحط عليه ربع كيلو سكر. يعني لا نتقل بحيث ان هو يبقى لزج بقدر الامكان. يعني انا البخاخه اللترين دي هنحط عليها كيلو سكر لحد ما لقيت المحلول لازق في ايدي كده، ويعني ينفع يلزق البكتيريا على البذور. تمام، نديها رشه كمان كده برضو عشان ايه يبقى عمليه اللزق كويس، كويسه، ويختلط كل الخليط مع بعضه سواء البذور او البكتيريا مع بعض. كده اهو الدكتور بيبدأ بقى ايه يخلط البرسيم بالعقادين
بحيث يحصل تجانس ويحصل المادة اللازقة اللي هو محلول السكري ويتخلط مع البذور بالشكل ده ويتحمل عليه. طبعا الموضوع ده بيتم قبل بدر البذور بوقت بسيط، يعني احنا بنتكلم مثلا في ربع ساعة نص ساعة بالكتير جدا جدا، عشان ما ينفعش اللي احنا نعمل المخروط ده ونسيبه مثلا يوم او يومين، لا ده فورا قبل الراجل ما بيبدر. يعني مثلا الراجل اهو شغال، احنا على طول وراه بنكون عاملين الكمية المناسبة من البذور زي ما انتم شايفين، ويكون مرتب مع الجرار كمان عشان يجي يغطي البذور بعد البدار. تمام، كل ده لازم يتم في نفس اليوم. ما كسلش بقى واقول انا عايز اجهز من قبلها بيوم والكلام ده، ممكن ما يتيسرش الكلام ده. وطبعا البكتيريا لازم طالما اتلقحت مع البذور تتبدر في ساعتها وتتغطى، والميه ورايا على طول عشان العمليه تنجح، لان انا ممكن احط لقاح بكتيري وما يعملش معايا حاجه واجي اكشف على الجذور كمان شهر ولا شهر ونص ما الاقيش اي فرق ولا اي تاثير نتيجه ان انا غيبت البذور او عملتها قبلها بيوم. لازم اتبع تعليمات الشركه اللي عامله المنتج. تمام، وده اهم حاجه ان احنا نسمع التعليمات من الناس المتخصصه العلميه اللي اكتر مننا معرفه. وزي ما انتم شايفين احنا في القناه عندنا سواء انا او الدكتور حسن صديقي العزيز، احنا بنتبع الخطوات العلميه والشغل الحديث، عشان احنا دخولنا في الوادي الجديد مش عايزين نكون زي الناس التقليديه اللي بتقلد، لا احنا عايزين نعمل فكر وعايزين نخلي الناس يكون عندها استعمال حسن للعلم والمعرفه. ايه الفرق بقى بيننا كناس متخصصة في الزراعة وناس غير متخصصة؟ ان احنا بنسمع التعليمات وبنقدم خدمة مجانية علمية لكل الناس. دلوقتي معانا عم فتحي من اهل ابو هريرة، راجل محترم جدا جدا، ايده ميزان بيظبط البدر البذور، ان ديت اهم عملية في البرسيم الحجازي. ايه الملاحظات اللي ممكن تضيفها عم فتحي للمكان هنا؟ يعني انت مثلا حضرتك بتعمل ايه بالظبط في العمليه اللي انت بتعملها في البدر ولا في في كل؟ اول حاجه تبدر السمان اللي هو السوبر. السوبر الفدان من حته دي، الفدان من 5 شكاير لست شكاير لعشر شكاير لو عايز. تمام، بعد كده السماد اللي هو النترات اللي هو النشادر. تمام، في بوتاسيوم، فيه رش بعد البرسيمه بخضر من الارض مثلا. يعني في الاول خالص قبل ما انت بتبدر بنحط قد ايه الفدان من الكيماوي؟ من السوبر ممكن 5 شكاير. وايه ده كمان؟ وفي الراد ده ممكن نحط مثلا 3 شكاير سوبر ناعم. تمام، في بالنسبه للسماد في سماد وفي بوتاسيوم زي ما انت عايز، في جراكن سائل، في بوتاسيوم محبب شكرا تعمل له حوالي 700 جنيه. تمام، ده اللي انت بتضيفه للي بتاع الزهره في ارض جديده. بعد كده بتحط التقوي بتاعتك، بعد كده بتحط التقويات. طيب، وتبدر ده بعد التقويات برضو عادي عادي، يا دوب ينبت من الارض تحط برضو التقويات اللي انت عايزها، تحط النبات اللي انت عايزها بعد كده. طيب، نتفرج بقى على حضرتك كده وانت بتبدر. اهم حاجه الضمير الضمير الضمير، اللي انت ربنا يرزقك بالناس الكويسه في زراعة الأرض بتاعتك وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، حاجة تبقى ممتازة. طبعا في بعض الناس هتيجي تقول ده في بعض الحشائش طالعة في الأرض، انت بتعمل اللي عليك وبتحاول انت تنقي الحشائش، فلازم تكون يعني المتفرج ما يكونش قاعد ماسك الورقة والقلم ويطلع السلبيات في كل شيء، لا خلي بالك ان انت الواقع العملي في الأرض بيجبرك على بعض الامور. فزي ما انت شايف بيمسك بياخد كده التقاوي ويرمي. الرمية دي ليها غرض، ان توزيع البذرة في الارض اهم شيء، بدل ما تلاقي في مكان في نبات كثيف ونبات خفيف. فالميزان الايد
دي اهم نقطه. ربنا يا رب يبارك. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم معاكم خطوه بخطوه اهو في زراعه البرسيم الحجازي في الاراضي الجديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا سامح صلاح سواق جرار روماني 95 حصان. دلوقتي احنا بدرنا برسيم وبنعمل له عمليه تغطيه بحيث انه ندار الحب كله تحت التراب علشان لما يشرب ميه ويشتغل يطلع، وبنفس الوقت الشمس ما تاذيش الحبه وتموتها. بنستفيد باكبر نسبه انبات. الساعه بكام الشغل عندك؟ الساعه بشكل عام بالجرار والمحرات ب 150 جنيه. تمام. نتفرج عليك كده وانت شغال. ماشي يا باشا تحت امرك. انتوا شايفين المحرات بتاعه مركب الخشبه، وادي بيربط وبيظبط الشغل بتاعه بحيث ان شاء الله يعمل اللي هو قال عليه. احنا بنجيب لكم كل حاجه حيه بحيث تبقى عارفين الخطوات. اول حاجه احنا عملنا العقدين مع البذور مع الدكتور حسن، وبعد كده شفنا واحنا بنبدر واتكلمنا مع الراجل اللي بيعمل البداره، ودلوقتي زي ما هو قال كده عم سامح بيعمل ايه، وربنا يا رب يكرمنا بالخير. نتفرج بقى وهو شغال عم سامح ماشي ازاي. ادي المحرات بسم الله الرحمن الرحيم، اهو الشغل اهو اهو شايفين، بحيث يتم التغطية للبذرة اللي اتبدرت. في مثل كده انا بحبه ودايما بشتغل بيه، يقول لك البدرية منسية. فانا بحب بحكم شغلي من زمان تقريبا حوالي 25 سنة، ربنا كان رزقني بجميع الاماكن اللي اشتغلت فيها ان احنا نشتغل بعد الفجر. فاحلى شغل مع شروق الشمس والصباح كده الحلو الجميل نبدأ الشغل بتاعنا زي الفلاحين والمزارعين زمان، يقول لك البدرية منسية. يا رب يا رب بسم الله الرحمن الرحيم، وربنا يطرح البركة في صاحب الأرض الأستاذ عرفة، راجل مغترب وتعبان وشقيان وبيعمل له الأرض بتاعته والشغل بتاعه الدكتور حسن. فاحنا دايما بنقول اختار الجار قبل الدار، فلما يكون في جار ليك يقدر يقف معاك ويساعدك في ارضك ويراعيها بيبقى حاجه جميله وممتازه. مبدئيا شغل البرسيم بيبقى من البدايه كده بنحرث الارض سكتين بيسموها فك وتني، تمام. بنفك الارض وبعدين بنتنيها، بعد كده بنيجي بالليزر بنساوي الارض كويس جدا، ودي خطوة مهمة جدا جدا عشان نضمن ان احنا المية بتاعتنا هتكفي وتمشي في كل الارض بسوى واحد. بعد ما خلصنا الليزر بنبتدي نبدر البرسيم، وطبعا زي ما عملنا كده موضوع العقدين دوت يمكن اغلب الناس ما بتعملهوش، بس هو حاجة مهمة جدا. ساعة الجرار هنا بتعمل 150 جنيه بيشتغلوا بالساعة، في اماكن تانية بيشتغلوا بالفدان، يعني هتلاقيها مساوية بعضها تقريبا. هنا بيشتغلوا الفدان بالساعة، يعني حارة الفدان ياخد له من نص ساعة لساعة الا ربع ساعة بالكتير. وبعد كده التسوية بقى الليزر على حسب ميول الارض وعلى حسب طبيعتها، في ارض بتبقى سهلة في الليزر وفي ارض بتبقى متعبة لان بيبقى فيها عالي وواطي كتير. ومبدئيا هنا احنا بنستعمل الليزر بعد ما المية تنزل الارض، عشان هنا الارض ساعات بيبقى فيها جزء طفلة بتنفخ، فالليزر اللي انا هعمله قبل الميه ما بيبقاش تحرق وتدي ميه وتدي ليزر، بعد كده تدي ميه تاني حرق بالظبط.
بعد كده ليزر تاني. وليزر تاني بعد المية. يعني مرتين ليزر. مرتين حرق. يعني اول مرة لو لقيت الارض ممكن ان هي تقبل وتاخد مني ليزر. تاخد المية يعني ما فيهاش بقى عالي وواطي كتير. لو فيها جزء متساوي اوفر الليزر الاولاني ده واسقي الارض. تمام. هنا البذور نجيبها. بالظبط البذور زي ما قلنا. نحط في الارض. طبعا لازم نحط ستوك في الارض، بمعنى ان احنا هنحط سوبر فوسفات، وممكن برضو نحط الملح اللي هو سلفات النشادر، بيبقى شكارتين للفدان او اربع شكال للفدان. بالنسبة للسوبر المحبب بيبقى هو تمنه غالي دلوقتي. هنا الشكارة بتعمل لها 130 جنيه، وفي نوع تاني 16% بتاع شركة اسوان الشكارة بتعمل لها 140 جنيه. بتحط كم شكارة؟ والله على حسب برضو الارض يعني والتحليل بتاعها، بس مش اقل من اربع شكال للفدان. تمام. والسلفات بكم؟ السلفات دلوقتي ب260. كم شكارة؟ بنحط شكارتين للفدان او اربع شكال للفدان برضو. قبل بدر البذور. ده كل ده مع بدر البذور. السوبر بيتحط قبل بدر البذور مع الحرت. تمام. عشان يتغطى بالتربة، ولان هو تحلله بطيء وبيقعد في التربة شوية يعني. تمام. بس بنضيف السلفات النشادر مع البذور في البدار، ودي بتشجع عملية الانبات وبتوفر ازوت لغاية ما اللقاح البكتيري يشتغل. بالمناسبة اللقاح البكتيري بيوفر لي 70% من التسميد الازوتي بالنسبة للبرسيم يعني. طب الخطوات اللي بعد كده؟ مفيش بقى. الري بقى، الري هنروي اول رية، وبعد اول انبات هنبتدي نغسل عليها برية تانية سريعة كده على الحامي. المرة الاولى والتانية كم؟ حوالي 7-8 ايام. 7-8 ايام. اللي هي فترة الانبات يعني. اول حش بعد قد ايه؟ اول حش ان شاء الله يعني في البرسيم الحجازي ممكن يبقى بعد 70 يوم. والله يعني بالنسبة للجاف بيطلع له في حدود يعني ما يحصلش طن، 800 كيلو بحد اقصى طن. اول حشة. اول حشة. لا اول حشة بتبقى وزنها خفيف، بنسميها الراس. الراس ديت بيبقى وزنها خفيف وقيمتها الغذائية كمان منخفضة لارتفاع نسبة الرطوبة يعني. فيعني يعتبر دوت يعني بيبقى تلت الوزن بتاع اي حش عادي. وبعد كده كل قد ايه بيتحش؟ بيتحش في الصيف حوالي 45 يوم، وفي الشتاء ممكن يوصل ل 55 يوم او شهرين. بيقعد قد ايه في الارض؟ لا بيقعد كتير يعني، ممكن يوصل لخمس سنين او اكتر. خمس سنين. على حسب برضو ما انا بحافظ عليه، والمحشة تكون كويسة والارض متساوية والري بتاعها بانتظام، هحافظ عليه لاطول فتره ممكن. طب بعد الحشد بحط اسمده؟ اكيد بنسمي التسميد ازوتي، عشان احنا عايزين مجموع خضري وورق. يعني ممكن شكارتين يوريا او ثلاث شكاير نترات او شكارتين نترات برضه بعد كل حشه. والري برضه في الصيف بقى امتى والشتاء امتى؟ والله في الصيف يعني لو عرفت اروي كل اسبوع او كل خمس ايام يبقى ممتاز. اي محصول ورقي بيحب الميه يعني. في الشتاء ممكن يصبر لل 15 يوم او ممكن يقعد 20 يوم عادي، وعلى حسب طبيعة الارض برضه. كده طبعا احنا خدنا الخطوات، عرفنا من الدكتور حسن حاجات كتيرة. احنا بدأنا الشغل من الفجرية مع شروق الشمس او قبل كمان شروق الشمس. دلوقتي العملية الاخيرة وهي فتح المية. زي ما انتوا شايفين فتح المية اهم شيء عندنا، الليزر ان هو اللي بيخلي المية تمشي وتجري. فربنا يا رب يبارك في صاحب الارض الاستاذ عرفة. ونقول ايه كده، حلقة متكاملة كلمنا فيها عن زراعة البرسيم الحجازي في جمهورية مصر العربية من البداية، بالاسعار بالتكاليف بكل حاجة. وان شاء الله في اي شيء جديد او اي زرعة هتزرع باذن الله هنزرع عندي انا في ارضي قمح، وقتها نتكلم كل شيء. اي حد عايز ان احنا نيجي نسجل عنده بيزرع زرعة في ابو هريرة في اي مكان يكلمنا ونيجي نسجل عنه
ونعرف في المجتمع طرق الزراعة الكيفية، بحيث ان الناس اللي قاعدة، سواء المغترب سواء اللي في مصر سواء اللي في اي مكان عايز يزرع، يبقى على الاقل عنده خلفية باللي بيتم من خطوات من تكاليف، ويوزنها عنده هتبقى تقريبا محتاجة كام. تحياتي لكم جميعا، ونشوفكم على خير في الحلقة الجاية.